بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، تدبير الكون، وهذا لم ينكره أحد، حتى المشركون الذين يعبدون الأوثان يقرون به أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها لهم، كالصلاة والصيام والصدقة والجهاد وغير ذلك. فهذا هو محل الاختلاف. الرسل يدعون إلى هذا، كل رسول يقول: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فأبى المشركون أن يتركوا أوثانهم وأصنامهم، ويقولون إنها لا تخلق ولا ترزق، هذا من خصائص الله، يقرون بهذا، وإنما هي تشفع لنا عند الله شفاعة بزعمهم. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا مذهب المشركين في عبادة الأوثان، وهذا هو الذي جرت الخصومة فيه بين الرسل وأتباعهم وبين المشركين، وهو الذي شرع الله من أجله الجهاد والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة وأنواع الطاعة. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي التشبيه من غير تشبيه بالمخلوقين، بل ينزهون الله جل وعلا عن المشابهة المخلوقين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه المثلية، وأثبت لنفسه السمع والبصر. أسماء الله وصفاته وإن اشتركت مع صفات المخلوقين في اللفظ وفي المعنى، إلا أنها تختلف في الحقيقة، فإذا أضيفت إلى الله فإنها تليق بجلال الله، وإذا أضيفت للمخلوقين فإنها تليق بالمخلوقين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وتوحيد الإلهية متضمن، والعلاقة بين أنواع التوحيد أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، داخل فيه توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، مستلزم له. هذه العلاقة بين أنواع التوحيد. نعم. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق
يكون عاجزا. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكيف يشركون مع الله من لا يخلق ولا يقدر على الخلق ويسوونه بالله عز وجل في العبادة؟ فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. ولهذا في أول سورة البقرة قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلما أمر بعبادة الله عز وجل استدل عليها بتوحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخر الآية. نعم، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. نعم، قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا، يشركون مع الله ما لا يخلق شيئا، لا يقدر على خلق شيء، أي شيء كان، ما يقدر على خلق الذرة، الذرة الصغيرة، النملة الصغيرة، ما يقدرون على خلق الذباب. إن الذين تدعون، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، الذين يشركون بالله ما قدروه حق قدره، وجعلوا المخلوقين مثله وسووهم به وعبدوهم معه. نعم، وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان مع الله آلهة كما يقوله المشركون لتنازعوا، لأن الشركاء يتنازعون، تنازعوا مع الله، فإما أن يغلبهم وإما أن يغلبوه تعالى الله، وهذا شيء لم يحصل، ما أحد يغالب الله ولا أحد ينازع الله سبحانه وتعالى. نعم، وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا لابتغوا، أي الآلهة، إلى ذي العرش، صاحب العرش وهو الله سبحانه وتعالى، سبيلا، يتغالبون معه ولا يرضون بالشراكة. نعم، بل لا بد أن القوي يستولي على الضعيف. نعم، والعاجز. نعم، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما سبحانه وتعالى نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، يعني لا تفهمون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. نعم، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. إيه نعم، لأن الشركاء القوي يغلب الضعيف منهم وينتزع الملك منه، ملوك الدنيا ما يرضون إنه إن أحد يشاركهم في ملكه. نعم، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وعلى كل القولين الأمر واضح. نعم. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يقول المشركون. نعم. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. نعم، فهم عبدوا هذه المعبودات وهم يعترفون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر، وإنما يريدون منها الشفاعة عند الله في مطلوبهم، هذا الذي يريدونه، وهذا مذهب باطل. الشفاعة ما تطلب إلا من الله، ولا يقبل الله أن يشفع في أحد إلا أهل التوحيد، من رضي الله قوله وعمله. أما المشرك قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المشرك لا تقبل فيه شفاعة أبدا. نعم. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان. التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية يدخل فيه الأسماء والصفات، توحيد الربوبية يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، ولهذا يقولون التوحيد نوعان، توحيد بالمعرفة والإثبات، توحيد في الطلب والقصد. المعرفة والإثبات هذا توحيد الربوبية، توحيد في الطلب والقصد هذا توحيد الألوهية. نعم. توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. نعم. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب، ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله. هذا توحيد الربوبية. نعم. ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. النوع الأول توحيد الربوبية. نعم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كلها في التوحيد، كلها هذه المواضع كلها في التوحيد بنوعين، توحيد الربوبية توحيد الألوهية. نعم. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين، يقرأ بهما في الوتر في آخر قيامه من الليل عليه الصلاة والسلام، يقرأ ثلاث ركعات، الشفع والوتر، الشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، هذه ثلاث ركعات. يقرأ في الأولى من الشفع سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة قل هو الله أحد، ويقرأ في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر يقرأ بقل هو قل يا أيها الكافرون، هذه في توحيد العبادة، وقل هو الله أحد هذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم.
وأول سورة تنزيل الكتاب ويقرأ أيضا أو يقرأ بالآيتين من سورة البقرة ومن سورة آل عمران. سورة البقرة يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم إلى آخر الآية، هذه في توحيد الربوبية. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه بتوحيد الألوهية. فيقرأ بهاتين الآيتين في راتبة الفجر. نعم. وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها. بل قال ابن القيم رحمه الله إن القرآن كله في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، إما في بيانه وإما في بيان جزائه جزاء الموحدين وإما في بيان جزاء المشركين والكافرين. فالقرآن كله جاء في التوحيد، وإما أوامر ونواهي وهي من حقوق التوحيد. نعم. وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. نعم، سورة الأنعام كلها في التوحيد. نعم. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. نعم. بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر، هذا كلام ابن القيم. نعم. بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. نعم. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. نعم. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. نعم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية. نعم. الرحمن الرحيم توحيد، توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين توحيد، توحيد الربوبية. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، توحيد الألوهية هذا توحيد الألوهية. نعم. اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. نعم. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتوحيد الله شهد الله به لنفسه، وشهدت به الملائكة المكرمون له سبحانه وتعالى، وشهد به أولو العلم من خلقه من بني آدم. نعم. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا المشهود عليه، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة
والبراءة من الشرك وأهله. نعم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهم أهل الكتاب اختلفوا عنادا، وإلا فالحق بين واضح، لكنهم عاندوا. نعم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كفروا بهذا، لما عاندوا كفروا. نعم. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، من أجل شاهد وهو الله وملائكته وأولو العلم من خلقه، هؤلاء هم الشهود على التوحيد. نعم. من أجل شاهد بأجل مشهود به، أجل مشهود به وهو التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. نعم. شهد أخبر، شهد حكم، شهد أعلم. نعم. كل تفاسير لشهد الله أنه لا إله إلا هو. نعم. شهد تدور على الحكم والقضاء، شهد حكم أنه لا إله إلا هو، شهد أخبر أنه لا إله إلا هو، شهد قضى أنه لا إله إلا هو، إلى آخره. نعم. على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي أمر ووصى بذلك. نعم. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. نعم. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته. فلا أحد يشهد إلا بما يعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما شهدنا إلا بما علمنا، لا أحد يشهد إلا بما يعلم. نعم. وثانيها تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. نعم. الشهادة بالقلب أصلها، لكن لابد من النطق بها، ما تكون شهادة إلا إذا نطق بها. نعم. وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. نعم. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه، وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. نعم. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ما شهدوا به. لا تكون الشهادة إلا على معلوم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. قال صلى الله عليه وسلم لتعليم كيف يشهد الإنسان، إنما يشهد إلا على شيء يعلمه ويتيقنه، على مثلها أي الشمس فاشهد أو دع، الذي لا تعلمه لا تشهد به. نعم. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، حيث قالوا الملائكة بنات الله، يقولون إن الله تزوج من الجن قبحهم الله فأنجبت له الملائكة، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بنات الله يقولون، وجعلوا له وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يقولون إن الله تزوج من الجن فأنجبت له الزوجة الملائكة بنات، كلهم بنات. نعم، تعالى الله عما يقولون، الملائكة بنات، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، أشهدوا يعني حضروا خلقهم، عرفوا إنهم إناث لما نظروا خلقهم وهم يخلقون، ما شهدوا خلقهم، ولا يشهد الإنسان إلا على شيء عاينه ورآه. نعم، ستكتب شهادتهم ويسألون، سيكتبها الله عليهم ويسألهم عنها يوم القيامة، هذا وعيد. نعم، ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة. نعم، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، لما قالوا الملائكة بنات الله شهدوا بذلك أن الملائكة بنات الله، تلفظوا به. نعم، وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله، ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، ولو لم يتلفظ، إذا فتح باب داره وجعل لها طريقا للناس يدخلون إليها ويصلون فيها فقد جعلها مسجدا وصارت وقفا، وإن لم يتلفظ بالفعل، هذا الفعل أبلغ من القول، الفعل أبلغ من القول. لو كان عنده أرض ثم دفن فيها الأموات وأذن للناس بالدفن فيها أوقفها على أنها مقبرة، ولو لم يتكلم، فعله هذا يكفي عن الكلام. نعم، وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، بالفعل أعلم بالفعل. نعم، والفعل أبلغ من القول. نعم، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون بأنواع المسار، المسار بالتشديد. نعم، جمع مسرة. نعم، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، إذا كان يعطي شخص ويعطيه ويعطيه، ما لو ما قال أنه صديقي، يعرفون الناس أنه صديقه بالفعل. نعم، يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. نعم، وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. اي نعم، شهد بخلقه مخلوقاته أنه لا إله إلا هو، لأن هذا ما يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء يشهد لله أنه واحد من هذه المخلوقات وإن لم ينطق. نعم، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم،
وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، هذا ابن المعتز. ومما يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعمرونها يعني بالطاعة، العمارة بالطاعة هنا، وإلا الأموال يمكن يبني مسجد وهو مشرك، لكن ما يعمرها بطاعة الله لأنه مشرك، ويمنع من ذلك أيضا. وهذه الآية توطئة لمنع حج المشركين، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب يعلن في موسم الحج: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعهم الله عز وجل. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان لهم، ما هو بحق لهم. نعم. ولا يستولون على المساجد، ما يستولون على المساجد ويدبرونها، هي للمسلمين. نعم. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه وتعالى يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. كل المخلوقات والكائنات صامتها وناطقها كلها تشهد لله بالتوحيد، كلها تشهد لله بالتوحيد الذي خلقها وأوجدها ودبرها. نعم. الجبال والأشجار والأحجار والبحار كلها تشهد لله بالتوحيد. نعم، وإن لم تنطق. نعم. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفقهون، إنه كان حليما غفورا. نعم. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. نعم. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة فيها. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما نعم قال: شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم، أخبر بذلك، وهذا إلزام للناس بالتوحيد. نعم. فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وليس المعنى حكم وقدر كما يقوله القدرية، ليس معنى هذه الآية أنه حكم وقدر، وإنما معناه أنه أمر ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر بذلك ووصى به
وليس معناها أن قضى حكم وقدر، لأنه لو كان كذلك ما كفر أحد من الخلق. نعم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هو إله واحد فإياي فاعبدون. نعم. وقال تعالى نعم. وقال تعالى: وما أمروا إلا الآية اللي وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. نعم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي الآية الأخرى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. نعم. والقرآن كله شاهد بذلك، ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة. نعم. فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها سبحانه، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان. فإن هذا نعم لا تسند هذه الأمور إلا إلى أهلها، لا تسند هذه الأمور إلا إلى أهلها، إذا أسندت إلى غير أهلها ضاعت. فالفتوى لا تسند إلا إلى أهلها، القضاء لا يسند إلا إلى أهله من أهل العلم، وهكذا الوظائف الدينية ما تسند إلا إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات هنا الولايات. الأمانات في هذه الآية المراد بها الولايات، لا تسندوها إلا إلى من يقوم بها على الوجه الصحيح. نعم. فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان. فإن هذا أمر منه ونهي. فأنت إذا كان عندك مريض وين تروح به؟ ما تروح به إلى الطبيب، ما تروح به إلى متطبب وإلى متخرص، لا، ما تروح به إلا الطبيب. هذا في أمور الدنيا، فكيف بمسائل الدين تروح إلى غير مفتي وغير غير عالم، تروح تستفتي ناس جهال أو ناس ضلال أيضا، لا تروح إلا لعالم محقق. نعم. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تبارك وتعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. نعم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال سبحانه: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون،
أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون أن لله ولدا وملائكة بنات الله تجعلون لكم الذكور ولله الإناث. تقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. نعم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، بنات الله يقولون. نعم، ما لكم كيف تحكمون، ينزهون أنفسهم عن البنت وينسبونها إلى الله، ينسبون البنت إلى الله، تعالى الله عن ذلك. نعم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. نعم، ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. نعم، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالذي يسوي المسلمين والمجرمين هذا حكم، وإن لم يحكم بذلك نطقا ولكن فعله هذا حكم. نعم، اللي يسوي بين المسلمين والمجرمين يقولهم سواء وكلهم مخلوقون وكلهم لهم حق وكلهم أي نعم احترموا البشر وقولوا لا، ما نحترم الكفار ولا المشركين، إنما نحترم عباد الله الأتقياء الصالحين، أما هؤلاء ليس لهم حرمة. نعم، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله متضمن للإلزام. أي نعم، ولو كان القضاء هو بيان الحكم مع الإلزام به، وأما الفتوى فهي بيان الحكم من غير إلزام بها. نعم، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. نعم، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. نعم، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه وتعالى قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها. المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين. يقول المعتزلة والجهمية والأشاعرة يقولون الآيات معنى الآيات ظني وخبر الآحاد ظني لا يفيد اليقين، كل ما صح عن الله ورسوله فإنه يفيد اليقين وليس ظنيا. نعم، تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين، وقال تعالى ألف لام را والكتاب المبين، المبين يعني بين للناس
الكتاب بين للناس أمور دينهم ودنياهم. نعم. وقال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. مبين الذي يبين للناس أمور دينهم ودنياهم. نعم. وقال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين كله يصف القرآن بأنه مبين يعني مبين للناس. نعم. وقال سبحانه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا يعني القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم. وقال تعالى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. فاعلموا أيها الخلق أن الواجب على رسولنا البلاغ، وأما الحساب فهو عند الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. نعم. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي، الهداية بيد الله لكن يبين. قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط، يعني تبين إنك، لأن الهداية على نوعين، هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق، هذه إلى الله جل وعلا، أما البيان والإرشاد فيملكه الرسول ويملكه العلماء. نعم. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في آية يقول إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. في الآية الأخرى وإنك لتهدي، أثبت لله أنه يهدي، ما المراد بالهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد. نعم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن، فالذكر من أسماء القرآن الكريم. لأي شيء أنزله الله؟ لتبين للناس، لتبين للناس. فالرسول يفسر القرآن ويبينه للناس في سنته صلى الله عليه وسلم، فالسنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن. نعم. وكذلك السنة تأتي، وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. نعم. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. نعم. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده. هذا عند الصوفية، الذوق والوجد من أمور الصوفية. نعم. لم يحوجنا ربنا سبحانه إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتممت عليكم نعمتي، فالنعمة تمت بإتمام القرآن العظيم. آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص تم القرآن، تم البيان، تم التشريع. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما تكامل الدين، بعد ما تكامل الدين ولم يبقى شيء لم يبين. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا اليوم، هذا يوم عرفة في حجة الوداع. نعم. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. أي نعم، من البدع والمحدثات. الدين كامل، ما حد يضيف إليه شيء. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين كامل ولله الحمد، أكمله الله ولا توفي الرسول إلا هو كامل، فلا مجال للمبتدع يجيبون بدع ويضيفونها للدين.
نعم. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما آياته العيانية الخلقية، يكفي نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: خالي قد ابتلاه الله بأفكار الإلحاد ويشكك في القرآن والأحاديث وينكر نزول الوحي. سؤالي يقول: كيف أدعوه إلى ترك هذه الأفكار السيئة الإلحادية وأقنعه بأن هذا شر؟ وإن أبى فكيف أتعامل معه؟ اتركه، اللي وصل إلى الحد من الإلحاد اتركه، ليس فيه رجع، فسد قلبه، إذا فسد القلب ما في فائدة، اتركه وابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من اجتنب الشرك الأكبر والأصغر واجتنب كبائر الذنوب، فهل يقال بأنه قد حقق التوحيد تحقيقا كاملا؟ نعم. من اجتنب الشرك الأكبر والأصغر واجتنب كبائر الذنوب، فهل يقال بأنه قد حقق التوحيد تحقيقا كاملا؟ نعم، إذا اجتنب هذه الأمور حقق التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد جماعة صوفية معاصرة يدعون ويقررون توحيد الربوبية وتعظيم الله في مجالسهم ويجمعون الناس على سماع ذلك، يقول: ما مرادهم من هذا ولماذا يصنعونه؟ مرادهم الضلال. توحيد الربوبية ما أحد يجحده، ما أحد يجحده. إبليس يقول ربي، إبليس يقول ربي لما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اعترف بالربوبية، اعترف إبليس بالربوبية. الذي يجحد الربوبية هذا ما ليس عنده فطرة وليس عنده عقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز التسمي بأسماء الله الحسنى، كأن يسمي الإنسان نفسه بكريم ورحيم وغير ذلك؟ لا بأس بذلك، مناسبة. أسماء الله تخص وأسماء المخلوق تخص، كريم بحسب حاله، ها، وعليم بحسب حاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك شبهة في بلدنا، وهي أنهم يقولون إن أقسام التوحيد هي أمور اجتهادية فيجوز إضافة أي قسم حسب الحاجة. لا، ما هي اجتهادية، مأخوذة من الكتاب والسنة، وهذا كلام يقوله أهل الإلحاد، يقوله أهل الإلحاد، يقولون هذا تقسيم التوحيد هذا اصطلاحي. نقول: لا، ما هو باصطلاحي، هذا مأخوذ من الكتاب والسنة، فالآيات والأحاديث التي فيها الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي فيها أمر العباد بطاعة الله وعبادته هذه في توحيد الألوهية، والآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات، كل هذا في القرآن موجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن ما يسمى بتوحيد الحاكمية هو داخل في توحيد الألوهية؟ هذا عند الأخوان المسلمين، الحاكمية ما عرفت إلا عندهم، الحاكمية داخلة في توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. نعم. ولا تفرد، قال توحيد الحاكمية، لأنها داخلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول:
ثبت أن الإنسان بعد موته أول ما يوضع في قبره يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فهل في هذا الامتحان العظيم لابد أن يكون عارفا بأقسام التوحيد الثلاثة؟ لابد أن يكون عارفا ومؤمنا بها، إلا يصر عاله وله مؤمن بها هذا منافق، ويوم إذا وضع في قبره ولو كان في الدنيا عالما وفصيحا ما يستطيع، يتلعثم يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا ما قلت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في قوله سبحانه إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يقول ما الحكمة بتخصيص العرش بالذكر في هذه الآية؟ لأنه أعظم المخلوقات، لأن العرش أعظم المخلوقات، ولأنه موضع استواء الرب سبحانه وتعالى عليه، نعم، وهو سقف المخلوقات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هذا ورد وصف العرش بأنه كريم، وصف العرش بأنه عظيم، رب العرش العظيم، ويعني ورد له أوصاف في الكتاب والسنة تدل على عظمته، عرش المجيد، عرش مجيد، عرش كريم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز الشهادة بغير الله، كأن أقول أشهد بفلان وكذا؟ لا، الشهادة هي يمين فلا يجوز تحلف بغير الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هذه المقولة صحيحة وهي أن التشابه بين صفات الله وصفات خلقه إنما هو مقتصر على التوافق في الأسماء فقط؟ الأسماء والمعاني، الأسماء والمعاني، أما الحقائق فلا، أسماء الله لها حقيقة تليق به، أسماء المخلوقين لها حقيقة تليق بهم، لكن اللفظ والمعنى مشترك بين هذا وهذا. نعم فضيلة هذا اللي يسمونه المتواطي، يسمونه المتواطي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قول القدرية إن معنى قضى حكم وقدر، هل القدرية ينكرون عبادة الله سبحانه؟ ينكرونها أو ما ينكرونها، لكن إذا فسروا الآية بهذا فهذا خطأ وضلال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهل صحيح أنها في 27 من هذا الشهر شهر رجب؟ لم يثبت بيان الليلة التي وقع فيها الإسراء والمعراج، وهذا من لطف الله، لأنه لو ثبت صارت محل يعني عناية للمبتدعة، الله أخفاها سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بالإسراء والمعراج، ولكن الليلة التي حصل فيها ما نجزم، وليس من حقنا أننا نبحث في أي ليلة، وش الفائدة؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، امرأة من خارج هذه البلاد، تقول هل يجوز لها أن تزور قبر محبوب لها في أي حال من الأحوال، وهل لزيارة النساء شروط؟ لا تزور النساء المقابر، لعن الله زوارات المقابر، وفي رواية لعن الله زائرات المقابر، النساء لا تزور القبور، إنما هي خاصة بالرجال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من ألبانيا يقول يوجد عندنا في ألبانيا فرقة اسمها المشهور في العالم البكتاشية، وهي فرقة تجمع بين التشيع والتصوف، يعظمون علي رضي الله عنه ويذبحون لغير الله، يذبحون للقبور ويدعون أولياءهم الأموات. سؤاله يقولون إنهم مسلمون بكتاشيون، يقول كيف التعامل معهم وهذه حالهم؟ ايش يقول حفظك الله، يقول
يوجد عندنا في ألبانيا فرقة اسمها المشهور البكتاشية، وهي فرقة قد جمعت بين التشيع والتصوف، يعظمون علي رضي الله عنه ويذبحون لغير الله، يذبحون للقبور ويدعون أولياءهم. يعظمون علي، هذا لا بأس، علي رضي الله عنه له مكانه، له ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة بنت الرسول، وأبو الحسن والحسين، فله مكانه، وثالث ورابع الخلفاء الراشدين، فعلي له مكانه رضي الله عنه. وأما إيه؟ يذبحون لغير الله. أما الذبح لغير الله هذا الشرك، الذبح لغير الله شرك. صلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فكما لا يصلي لغير الله لا يذبح لغير الله. نعم. ويدعون الأولياء الأموات ويقولون إننا مسلمون، يقول هذه لا، قالوا يصيروا مسلمين، أنتم مشركون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في الزواج من المبتدعة أو تزويجهم؟ اسألوا القاضي، اسألوا القضاة، إذا بغيت تخطب امرأة مبتدعة اسأل القاضي تصلح لك ولا لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الصدقة للذين يطلبونها في المساجد ويسألون في المساجد؟ اي نعم، السائل له حق، مو على ذمته، إن كان صادقا فهي صدقة ولك فيها أجر، إن كان كاذبا فالإثم عليه، وأنت عملت بالظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أنا أعمل في هذا البلد المبارك، فهل زكاة مالي أخرجها في هذا البلد أو لي أن أنقلها إلى بلدي الأصلي؟ الأصل أن زكاة المال في البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها لغرض صحيح، إذا كان هناك فقراء أكثر حاجة أو أقارب محتاجون تنقلها لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أستاذ في الجامعة يدرسنا كتاب الجنائز، فقال: درجات النشاط، من أراد أن يحصل عليها فليذهب إلى مغسلة الأموات وليقم بتغسيل عدد من الأموات ليحصل على هذه الدرجات. سؤالي يقول: هل يجوز أخذ الأجرة والدرجات على تغسيل الميت وعلى أعمال القرب؟ هذا أذكره لمدير الجامعة ويشوف معها، يشوف معها تصرف. نعم. ما هكذا يكون المدرس يفرض على الطلاب يروحون يغسلون الجنائز؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة هل هي أمر واجب؟ لا، مستحب، قراءة ما زاد على الفاتحة فهو مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما واجب المسلم نحو من يستهزئ بثوابت الدين في الإعلام وفي القنوات وغير ذلك؟ يتجنبه ويبتعد عنه ويحذر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع السائق لوحدها داخل البلد؟ لا، هذه خلوة، ذهابها معه وحدها خلوة، ما تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: قراءة القرآن، أو رجل ينظر في المصحف بعينيه دون تحريك للشفتين، هل يعد هذا قارئا للقرآن ويحصل على الأجر؟ ما يحصل قراءة إلا بالتلفظ، سواء جهرا أو إخفاء، يعني بقدر ما يسمع نفسه، هذا أقل شيء، يحرك شفتيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يصح لنا أن ندرس المسائل الاعتقادية من كتاب أو من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدون أن نذكر اسمه لوجود حملة ضده عندنا في أوروبا؟
لا بينوه، لا تخلون الحملة مستمرة، بينون هذا هو الشيخ الذي أنتم تقولون فيه، هذا هو الشيخ الذي تقولون فيه كذا وكذا، وهذا كتابه، ماذا تنتقدون في هذا الكتاب؟ نعم، فبينوا لهم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول قصة مشهورة أن أحد طلبة العلم سافر إلى الهند أو باكستان، إلى الهند، سافر إلى الهند وفيها عالم كبير يدرس، وكان كل ما ينتهي الدرس يرفع يديه يقول اللهم لعن محمد بن عبد الوهاب في كل درس. هذا طالب العلم صار عنده حكمة، أخذ كتاب التوحيد ونزع العنوان واسم المؤلف وقدمه له، قال هذا كتاب اللي لقيته مع كتبي ولا أدري من هو له، ما عليه اسم راعي ولا، أخذه المدرس وقرأ فيه، فلما جاء قال هذا من تأليف البخاري، هذا من تأليف الإمام البخاري، هذه تراجم البخاري، يقول مر يحط عليها الغلاف ويعطيه إياه. قال أستغفر الله أستغفر الله، ظلمت ابن عبد الوهاب، يقول كل ما قام من درسه يرفع يديه ويدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، فالأمور تبي حكمة وتبي يعني دقة في علاج المشكلات. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بعض الناس إذا أراد أن يتعلم ويستفيد من عالم فإنه يذهب إليه مباشرة ويحضر دروسه بدون أن يسأل عنه أولا، ويقول إذا نظرت إلى كلامه وسلوكه فإن أعجبني أخذت العلم عنه. السؤال، هل هذا المسلك صحيح عند السلف؟ نعم، مسلك صحيح، اسمع كلامه فإن وجدته مستقيما وكلام مفيد الحمد لله اطلب العلم عليه، إذا وجدت كلامه أنه منحرف أو فيه جهل وضلال فاجتنبه، هذا أبلغ من سؤالك عنه، كلامه هو أبلغ من سؤالك عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول أحيانا تأتي إلينا بعض الجماعات المنحرفة يطلبون منا مساعدات مالية، لا سيما تكمل الجواب، لا سيما في وقتنا هذا كثر الوقيعة في العلماء وطلاب العلم وحصل بينهم التنافر والسباب والتحزب، فلا بد أنك ما تقبل الكلام هذا على طول، تسمع من الرجل الذي يقال فيه ما يقال، تسمع منه أول تحكم عليه من كلامه لا من كلام الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من فرنسا يقول: أحيانا تأتي إلينا بعض الجماعات المنحرفة يطلبون منا مساعدات مالية لبناء مسجد خاص بهم، هل يجوز لنا مساعدتهم في ذلك؟ إذا كان المسجد تقام فيه البدع والشركيات فلا تساعدوهم، لا تساعدوهم على هذا، ما هو مسجد، هذا مشهد، ما هو مسجد اللي يبنى للبدع والمحدثات، ما هو مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا في درس سابق من كلام المؤلف رحمه الله: من طلب المال بالكيمياء أفلس. يقول: ما المراد بالكيمياء هنا؟ هل هي التي تدرس الآن؟ أي نعم، هي الكيمياء اللي تدرس الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها تستعمل اللولب النحاسي، وهو يستعمل لمنع الحمل لكي تنتظم. نعم. امرأة تقول إنها تستعمل اللولب النحاسي، يستعمل لمنع الحمل، تقول تستعمله لكي تنظم دورتها، فما حكم استعمالها لهذا الغرض فقط؟ إن كان قصدها تمنع الحمل هو ما يجوز، أما قصدها أنها تأجل الحمل لأنها ما تستطيع تحمل في الوقت الحاضر فتؤجله، لا بأس، تأجيل الحمل، تأجيل النسل لا بأس للحاجة، أما قطع النسل هذا حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب، يقول: أكثرهم من أصول مسلمة، وللأسف الشديد كثير من آباء هؤلاء يريدون الإقامة والاستمرار في تلك البلاد الكافرة. سؤاله: الذي يريد الهجرة من دار الكفر كيف يجمع بين حفظ دينه وأولاده وبين بره لوالديه هناك؟ الدين ما في محاباة، وإن جاهداك، يعني الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في ذلك، ولا تطعهما في الانحراف عن الدين، لكن تبر بهما وتحسن إليهما، أما مسألة طاعتهم في معصية الله أي لا تجوز. نعم. ويقول حفظك الله: وهل لي أن أهاجر وأترك والدي فرارا بديني؟ نعم، هاجر، ولكن تحسن إلى والديك، تراسلهم، تكتب لهم، تساعدهم، ترسل لهم مساعدات، تزورهم في فترات، لا تقطع الصلة بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله بظله، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. يقول: ما معنى اجتمعا عليه وافترقا عليه؟ يعني أن محبتهما في الله دائمة، سواء إذا اجتمعا في مكان أو تفرقا فالمحبة باقية. نعم، هي بالمحبة إذا اجتمعا فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تصدقت على فقراء داخل المقبرة من غير تعمد لذلك ومن غير قصد، فهل في ذلك شيء؟ إيه نعم، لا تصدق في المقبرة، تصدق خارج المقبرة، لأن يشوفك أحد وتصير سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يكون التعامل مع الأخ الشقيق الذي لا يؤدي الصلاة؟ لا يؤدي الصلاة؟ نعم. تناصحه فإن امتثل وإلا قاطعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم السوائل التي تخرج من المرأة حال حملها وقبيل الولادة؟ إذا كانت متصلة بالولادة فهي نفاس، وأما إن كانت ما اتصلت بالولادة فهي لا أثر لها. نعم، تنقض الوضوء وتوضأ، تنشف نفسها وتوضأ وتصلي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خطبة الجمعة هل يشرع للخطيب إذا استدل بآيات أن يرتل هذه الآيات ويجمل صوته بالقراءة فيها؟ لا التلاوة غير الاستشهاد، ذكر الآيات للاستشهاد ما ترد مبالغ فيه والمدح، وأما إذا ذكرها للتلاوة رتلها، وله بالترتيل المبالغ فيه والمدود والغنى وما أدري كيف، يعني قراءة خفيفة على السامعين وعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. نعم. يقول هل هذه راتبة؟ لا، ما هي راتبة، هذه راتبتها بعدها، لكن هذه سنة أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعد انتهاء المؤذن من الإقامة هل يشرع لمن سمعه أن يقول الأذكار كالأذان؟ لا بأس بذلك، الأذان الإقامة أذان، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المراد بين الأذان والإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما نصيحتكم حفظكم الله لطلاب المنح الذين درسوا في هذه البلاد المباركة ثم يرجعون إلى بلادهم أثناء الإجازة وغير ذلك؟ نعم. يقول ما نصيحتكم حفظكم الله لطلاب المنح الذين يدرسون في الجامعة ثم يرجعون إلى بلادهم في الإجازة الصيفية وغير ذلك، ما النصيحة لهؤلاء؟ ما تبيهم يرجعون، يرجعون لبلادهم بالإجازة والحمد لله، يزورون أهلهم وأقاربهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا زرت مريضا في بيته فهل يصح لي أن أصلي معه صلاة الجماعة ولا أذهب إلى المسجد؟ لا، تذهب إلى المسجد، أما هو معذور، أنت ما أنت معذور، رح للمسجد، وأما هو فهو معذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لمن كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان لحاجة ويرجع؟ لا بأس، توضأ له حاجة خفيفة، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من صلى خلف الصف منفردا لعذر فهل يعيد صلاته؟ هي نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فذا خلف الصف فأمره أن يعيد، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول من كان مريضا بالكلى يقوم بتغسيل كليته ويجلس 3 ساعات أو أكثر، هل له أن يجمع بين الصلاتين؟ إن كان يستمر الغسيل يتأخر معه يجمع قبل الدخول في الغسيل جمع تقديم، أو يؤخره إذا بدأ الغسيل قبل دخول الوقت يؤخر ويجمع جمع تأخير، الحمد لله معذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول قدمت على وظيفة فطلب مني إجراء فحص طبي، فطلبت من أخي التوأم أن يقوم بهذا الفحص بدلا عني. لا، هذا غش ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من صلى إماما وقد نسي أن يتوضأ ثم تذكر أثناء الصلاة، يقول ما الطريقة المشروعة في ذلك؟ من صلى إيه؟ من صلى إماما ثم تذكر أنه لم يتوضأ، يقول يخرج ما يستمر، ما يجوز له يستمر، يخرج ويقول للناس، إما يقدم واحد يصلي بالناس بدله، وإما أن يقول انتظروا. ثم الرسول حصل له مثل هذا، تقدم يصلي ثم قال صلى الله عليه وسلم مكانكم، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى بالناس. نعم. انتهى.